السلام عليكم، مرحبا بالناس اللهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللهم معنا، نقول لكم مرحبا بكم في قاعدات شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على يعني وين مازال التحقيقات، يعني خلينا وين فوتوا الفاقو الاول تاع بعد، يعني وين نقولوا المفتشية العامة للمالية بعد انتهائها يعني من عملها في التدقيق والتحقيق بالاتحاد الجزائري لكرة القدم، يعني ورسلتهم العدالة صحيح. ستبدأ يعني نقول لكم باللي من اليوم، يعني غادي بالك من نهار بالك الثلاثاء ولا، سوف تبدأ في عملية التدقيق والتحقيق على مستوى النوادي، يعني باش يكون على بالكم رؤساء الأندية. يعني نقول لكم ونعاود لكم، ولو كان تعاودوا تولوا كنتوا تردوا غيديكم، تروحوا تردوا غيديكم، قلت لكم غادي تندموا، وحقيقة غادي تندموا، غادي تولي تكذب شطرب وطايح في ذيك اليد. علاه طلعتي قولوا ليها مليح 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 واش نقول. واش كنا نقول لكم؟ كنا ننصحوا فيكم قبل لا تطيحوا في الكارثه، لكن طحتوا في الكارثه. دروك اش غادي ننصحكم انا؟ صايك سي بون، اش نزيد ننصحكم؟ والناس شاهدين اش كنت نقول لكم، وتعقلوا قلت لكم بلي غادي تولي يجي عندك يعيطوا لك، يعيط لك الوالي يقول لك اودي هذيك النادي قضبوا وهالشركه وقضبوا، تقول له لا. انا نقول لكم غادي تقول له هاك هاك اقلب شريك، يقول لك لا اقلب ناديه، لا ما نقلبش. عقلوا عليها مليح اش غادي نقول لكم. ولا تاع الناس تجري مور رؤساء روابط ولا رئيس رابطه جهويه، ولا يولوا يجروا موراها ومدابزين متقاضبين بالبوني، ما توليش كاينه. عيط له قول له تكذب رئيس رابطه، يقول له هاك لا يقول له بين 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 روح فاكونس أروى تكذب. لا ما عنديش الدراري اللي يشري لي، انا ما عنديش الوقت، عندي خدمتي شهريتي. انا نقول لكم انتوما خصكم على بالك، هادو اصحاب الانديه رؤساء انديه اللي طالبوا بالشركات وطالبوا، كانوا حاسبين باللي هما غادي يديروا رؤساء ويتصرفوا كيما يبغوا. على بالك غادي يديروا لكم هادو رؤساء النوادي، هادو غادي تبدا سايك بدات، هادي سايك بدات. عباك بلي عندك من شهر لشهر تدي البيلون تاعك للشرطة الاقتصادية، على بالك بيان على بالك من شهر لشهر نتا بريزيدون نتا مسؤول، من شهر لشهر البيلون تاعك تدي تحطو واش صرفت في شهر، ودورو اللي دخل واللي يخرج والكونت. دورو لي دخل وخرج راك تخلص، تدي 100 مليون في الشهر ولا خاطش بريزيدون ماشي باطل، ولا ماناجر باطل، ولا ماشي باطل هذا، راك تخلص بدا لي بريم تاعك. ولي بريم يا لي بريزيدون، جيتكم على لي بريم تاع نعطي بريما 60 مليون بريما في 90 دقيقه، ما توليش كاينه هذه، خاطش على بالكم 60 مليون الماناجر يدي 60 والبريزيدو يدي 60، يدي معاهم هذه كي تسيبو نتوما بريزيدو يقول لهم غادي نعطي بريما تاع 80 مليون، هذيك ولي تحسب اللي يبغي النادي ولا خايف النادي يخسر ولا باغي النادي يربح. لا بقاو ديت الله يقول لكم واش تي لا، فماك الماناجر والبريزيدو متامين، فماك داك الشطاف هذاك تاعهم اللي جايبينه هذه هي متالي كاع، غادي يجيبوكم لي راحو من قبل اللي كانوا يهضروا يجوا القنوات ويهضروا، اللي كانوا يقول لك من ودي جيب برك، تجيب لقط برك ارواح تحقيق وين تسكن في وهران تاع وهران، يعيطوا لك بيلون يطلع الشرطه الاقتصاديه حط طلع. قلت لكم اشبال الامه يتخرج في مسيرين ابناء الجزائر، النملة يديروا لها حساب، النملة يقولوا لها كي دايره ليكوش ولك راح ولي، النملة يديروا لها حساب. والله باش تفوت سالم لازم تكون صافي باش تفوت،
الناس اللي غالطه وقال لك لا عملنا مطلوق ضاو يقولوا لكم مطلوقه ديام جايه واش راني نهضر لكم راكم غالطين لعبتوا وبزاف لعبتوا بزاف لازم الدولة الشعب الجزائري يولي أمن مئة خلينا دوك الهيصة اللي مش مأمنين حنا مأمنين بالدولة تاعنا وبالعدالة تاعنا بصح لازم تولي 100% لازم أمنا بالعدالة ومأمنا بالدولة ومأمنا بالمسؤول ومأمنا منه لازم والو تكون ثقة لازم يضربوا يد بحادي باش تكون كاينة ثقة بين الدولة وبين بين الشعب بين السلطة والشعب خاطش علاه هادو الوساطة اللي جايين وساط الفوق الفوق السلطة والتحت الشعب وفي الوسط هادو الوساطة هما اللي كانوا كيما نهار اللي كانوا يهدوا في السكاني حتى خرج تبون قال لهم ما كاش على بالي بدا السين عليه هو رئيس انت باش يشوف الجزائر عنده على يدير لك مستشارين على يدير لك وزير ساكن وزير منا وزير من وزير من وزير علاه باطل هذه ماشي باطل باش تعرف شكاين هاني وصلوا تقرير حبس تتهدد انت ثاني كيما هكا ما كانوش قايلين للرئيس بلي المدرب يخلص 6 مليار في الشهر ما كانوش قايلين بلي فلان وفلان وفلان محاسبه يعني اعضاء من الرئاسه هو دورهم يحاسبوا بالكم غالطين من اعلى سلطه بالكم غالطين من اعلى سلطه حاسب وبيد من حديد ضرب على بالك بلي البروكيلير اللي غادي يفوتوا عنده على بالكي منو للرئيس كاش الهضره هضره من كاش عامل بيت نيغوزي كاش على راهم ساكتين رؤساء النوادي قد حان الموعد ده قد حان الموعد هذه هي التحقيقات بالاتحاد الجزائري لكرة القدم صحيح كملوا ملف تاع الفساد تاع الاتحاديه قام عند قاضي التحقيق ضروك المفتشيه العامه للماليه ستبدا في عمليه التدقيق والتحقيق على مستوى النوادي والعديد من الرؤساء والمسيرين سيمثلون امام العداله خويا اللي داير يا حنا ما غادي نتهموا حتى واحد واللي دار يا خويا اش غادي نقولوا راهي قدامك انا والله راني مستعجب اين انت يا مطمين معزوزي يعني قال لكم تبانوا مش راكم تهضروا هذه هي هاو لقيكم تكونوا رجال سبحان الله ما تكونوا رجال يا اختي مشي سهل عليكم يا مشي سهل عليكم ما صاحبي ها ما خدمتوهاش باش تخلوها شابه عمري ما خسبتو أدمر أشرب وروح أمالك أولدي خويا أو أشرب وروح أولدي ها شوية هما ما خليتو والو ولد عم ما خليتو سقيا ما خليتو لاصوص ما خلي كيما كان يقولو من نهار كان كامل مهوي لا يقولو هذا جا شبعان يا ودي شبعان ما خلى اكلا 1855 مليار واللي كنت تقول عليه جيعان خلى 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 1855 مليار هم مالك يا ودي هم بالقريب جاول هم تقول تضرب في الشتاء بزاف عليك او لا او ليلى حي الله او شويه ايوا هذا الوقت وقت الحصاد جابوها لكم ما وقت الحصاد او لا جابوها لكم ما وقت الحصاد ايوا مازال لي ماناجر يقلعوهم يطلعو وخدا اخرين وكلش كاين الخير كاين ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا وان شاء الله دائما معكم بجديد وما تنساوش فانيك اللي يمشي ابوني معنا وتفعيل الجرس صحيتو.